السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. عندك جهاز كمبيوتر وانت بتدوس على زرار الباور بتاعه علشان تشغله، لكن الجهاز مش عايز يشتغل لأنه مش واصل ليه كهربا. وانت مع المشكلة دي بعد ما تأكدت ان الفيشة مصدر الكهربا سليمة والمشترك اللي موصل عليه الكمبيوتر سليم، مش قادر تحدد هل سبب العطل في كابل الباور ولا في الباور سبلاي بتاع الكمبيوتر. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنعلمك ازاي تعمل تيست لكابل الباور باستخدام الافوميتر علشان نعرف اذا كان شغال ولا لا. تعالوا بنا نشوف طريقة عمل تيست لكابل الباور. هنعمل الاختبار على كابلين، واحد منهم سليم والتاني بايظ، علشان تعرف الفرق بين نتيجتين الاختبار. بعد كده هنجيب الافوميتر وهنظبط المؤشر بتاعه على وضع الدايود او الزمارة او الجرس، ايا كان المسمى اللي انت حابب تسميه. بعد كده هنوصل الكابل الأحمر في المنفذ VMA، والكابل الأسود في المنفذ COM زي ما تعلمنا في الفيديوهات السابقة. بعد كده بنلمس الطرف التاني من الكابل الأحمر بتاع الأفوميتر في أحد أقطاب كابل الباور، وبنلمس طرف الكابل الأسود بتاع الأفوميتر في أحد أقطاب الطرف الثاني من كابل الباور. لما لمسنا في الطرف دوت مفيش استجابة، لكن لما لمسنا في الطرف دوت في صوت زمارة ظهر، وده معناه إن الخط دوت سليم أو الفردة ديت من السلكة سليمة. هنوصل الكابل الأحمر بتاع الأفوميتر في القطب الثاني من كابل الباور. في استجابة وكده اتأكدنا ان الكابل دوت سليم. نجيب الكابل التاني وننفذ نفس الخطوات اللي عملناها مع الكابل الاول، مفيش استجابة، مفيش برضو استجابة، كده الخط دوت فيه مشكلة. نحط القطب التاني، في استجابة، كده احنا اتأكدنا ان في خط او طرف هو اللي فاصل في الكابل التاني، وهو الطرف اللي على ايدنا اليمين. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.